شو وينك مني يا كلب؟ انت شو صارت هون؟ رجلي! وينك خواطي؟ لك واحد الله لك تشبع عند عبده! لك الله ما يوفقكم رح تذبحوا لأخي! ما هتشوفي! لك 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 عمي! هلا بدك ترجع رجلك! هلا هلا بدك ترجع رجلك! لك يا اخت ادعي لربك انه ابنك ما يروح فيها! بدك اياه يروح فيها؟ والله بخنقك! والله دوروا عليها وما عرفتوا تجيبوها. وينها هلا؟ ليك شحجوها. ايه بس رويدة ما بصير تجي معنا هون. ليه؟ مو هذا بيتها وانا جوزها. رويدة محرمة عليك. شلون يعني محرمة علي؟ ايه نعم، رويدة مكتوب كتابها على ابن خالك صفوان. شو؟ مثل ما سمعت، رويدة لازم تروح معي هلا. رويدة! رويدة! لك هي حرمتي شلون بتجوزوها لغيري وانا لسه عايش؟ وين كنتي يا خانم؟ وين كنتي؟ لك هيك تطلعي من بيت اهلك وبتجيبي لنا الحكي؟ اختك كانت بمكان طاهر، بيت من بيوت الله. انا وافقت على صفوان مشان يطلع رجلي من الحبس وكنت ناوي اذبح حالي او اهرب قبل ما يتجوزني، المهم كان عندي انه رجلي يطلع من الحبس. رجلي؟ رجلي فاجره؟ لا يا عمي لا، ما بيصير هالحكي، ما بيجوز. عبدو اختك اشرف من الشرف، خليها تحكي. انت مشان هيك هربتي؟ ايه، لما سالني الشيخ اذا كنت موافقه ولا لا، عبدو كان حاطط السكين على رقبتي. ولك رجلي؟ غازي عشان ما اضربك كف شيء عفشها. عبدو نزل ايدك احسن ما اكسرها وحملك ياها. بدي طول بالك الله يخليك. هلا بتروح بتجيب شيخ نزيه وبتجيب معك صفوان لهون، بيطلقها وبنكتب كتابه على وضاح. لك يا عمي بركة لصفوان ما رضي. لك شلون ما يرضى يعني؟ ايه والله بذبحه اذا ما رضي. شلون ما يرضى؟ اذا ما رضي انا اللي بدي اذبحه. يلا يلا شريف محجوب شريف، لخير شو جابك لعندي بهالليل؟ شو جايبني لعندك؟ وضاح مدور على رويدة وملاقيها ومرجعها. شو؟ رويدة رجعت؟ وين هلا؟ عنده بالبيت. شي؟ لك شلون يعني عنده بالبيت أم محجوب؟ لك المخلوقة حرمت إيري، أجنبية عليه ما بصير تنكشف النوب. صفوان هنن كلمتين، يا بتروح هلا بتطلقها وبترجعها لجوزها، يا أما بتجيبها وبتجي معك لهون. لك خلو جوز عمي، لك المخلوقة حرمت إيري. يعني ما بدك تطلق؟ لا ما في شي من هاد بنوب. إيه؟ لكان خلصنا من السيرة، هلا بتحمل حالك بتروح معي بتجيبها للمخلوقة معك على البيت وفضت يا عرب، ولا قالك انت لا تروح منوب، لأنه إذا شافك عقد مو زعلان وآخذ على خاطره ممكن يوصل. إيه ما فشل، لك أنا مالي خايف لا منه ولا من مية من شكله. لك خلصنا بقى صفوان، خلصنا بقى، عم نقلك إذا ما طلقت للمخلوقة، الزلمة جاية لهون، وإذا إجا لهون ما تشوفك قلة العافية. هو بتعرف والله بيني وبينك خليني اتصل الشر، روح اتخبى كم يوم بيت ابن جيب، بس دير بالك ها، بتروح بتجيبها بتحطها عندكم بالبيت، يا ام علي ما علي ما بعرف شو بيطلع مني ها. شو اشتقت لك؟ يا عم صبري قلبي، وينك انت يا غالي يا بنت الغاليين؟ بهالدنيا يا عمتي بهالدنيا. لك عمتي في حدا له مطرح احسن من بيت امه وابوه؟ يا عمتي انا لو تركوني بحالي ما كنت طلعت من بيت اهلي. يلا ستي، المهم رجعتي لنا بخير وسلامة. مساء الخير عمتي. مساء النور مساء النور، يهنيك بسلامتها. الله يسلمك يا رب. يلا اختي قومي معي. لوين؟ مشان تروحي معنا على البيت. انا ماني طالعه من هون الا على المقبره. شو هالحكي لك اختي؟ مثل ما سمحت. اختي الله يخلي لنا اياكي، ما بدنا مشاكل. لك اخي عبدو ناوي لي على نيه، واذا رحت معك نيه شو؟ يا علي الحلال ما يمد ايده عليك لاذبحه وعد الله ما خلقه. اختي انت ما بصير تضلي هون، الناس بتجيب معدلنا مشكل ملون. بتريدي لنا اياها لك اختي؟ بتريديها؟ اكيد لا، هي عمتي بتضلها معي هون وانت كمان بتضل هون. لك اختي انت لساتك على ذمة صفوان، ما بيصير. لك الله يقصف عمرك يا صفوان، الله يقصف عمرك، الهي بعت لك اهلا وتصير فرجه لمين تفرج. طولي بالك عمتي، اخوك حكي مزبوط، لازم تروحي معه على القليله بين ما هالمقصوف في الرقبه يرضي طلقك. ايه واذا ما طلقني؟ اختي هلا انت ما اشتقتي لامك وعليا ومحجوب وشكريه؟ بلا. شفتي شلون؟ طيب روح جيبه لهون مشان اشوفه. لا عبدي تقبريني الله يخليكي، روحي انت شوفيها وطمني على امك، والله شفتها بتقطع القلب. لك يا عبدي والله بعرف والله بعرف، بس كرمال الله فهموني فهموني من شاء الله. عم لكم عبدو ناوي لي على نيه ما فيني. لا تخافي اختي لا تخافي بنوب، طول ما انا موجود ما رح يصير غير اللي انت بدك اياه. يلا اختي يلا امشي معك. امشي امشي تقبريني. يلا لك دوبري جدات لك رويدة. ان شاء الله الف الحمد لله على السلامة. شلونك مرت اخي؟ لك ان شاء الله بيقطعوا لاخوك وبيجيبوا لك اياه شاف ونتف. ولك يخرب بيتك الله لا يوفقك،
قالوا عملت لك قيمة ونازلة سلم عليكي. انت ما حدا عتبان عليك تنزلي تسلمي عليها او تفرحي برجعتها. ايوه بالناقص عبدو بدفع امل لمرتك؟ لا بتعرشها ولا بنعرشها. يا ريت يا ريت موتو ارتاح يا رب. موتني موتني. بعيد الشر عنك اختي توبري قلبي. بس قومي شوفي امك انتكست من زعلها عليكي. يا ربي شو بدي اعمل؟ ليش شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل؟ ابن عمي صفوان شلونه؟ منيح ماشي حاله. نبعت لي حلماني شلون عم بينام بهالخرابه؟ شو بدنا نساوي؟ هيك الله حكم عليه. متيس انه لو طلقها ما بده يطلق. ايه معه حق اخي، الحرمه حرمته شلون بده يطلقها؟ لك يا عمي فهمنا، بس اذا ابوكي واقف مع وضاح ضده انا شو طالع بايدي ساوي؟ يبعت لي حمى، يبعت لي حمى على هالقتله اللي اكلتها امي من قبل يوم، وكله من تحت راس مين؟ من تحت راس وضاح افندي. لك يخرب بيته يخرب بيته، من وين طلع لنا هاد؟ لك اخ اخ انا قلبي من الحامض لاوي، منين طلعت لي هالقصه؟ لك انا ناقصني قالوا ايه؟ بتعرف ابن عمي صفوان معه حق انك تاخذ له رويده لعنده. يخرب بيتك، لك بدك يعني اخذ له رويده على بيت ابن نجيب؟ لك لا ابن عمي لا، مو على بيت ابن نجيب. بعدين تقبرني راسك ما رح يرتاح من هالقصه الا اذا دخل صفوان على رويده. يدخل عليها؟ آه. شلون؟ هلا هي حلاله ولا مو حلاله؟ لك بلا حلاله. كثير منيح، معناتها بتجيبه لهون بنص الليل وبتفوتوا على غرفة رويدة وبتقفل عليه هون الباب. العمى العملة لكو أمي ورشدي. يا سيدي من هون ليدرب يكون مشي الحال. طيب ووضاح؟ وضاح لما بيدرب القصة رح تأذ نفسه منها لرويدة وما عاد رح يفكر فيها ونخلص من هالمشكلة. لك والله صعبة صعبة، وين بدي ودي وشي من العالم؟ شو ما بدهم يقولوا يقولوا، بعدين حبيبي انت لا عم تعمل لعبة ولا حرام بالبيت لبين ما تتجوز انت ورويدة. على شو عم تدور ابو شومان؟ عم دور على طاسة مي، بدي فوت على بيت المي مشان اقضي حاجة. قولي سمعت بدهم يجوا على بيت المي؟ لا 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 شو هاد؟ حرامية كانوا بيت مي يتحلقوا يا رشي روح من هون. حالي عمر حالي. لك ليكم مو شافونا؟ لك ما حدا شافنا فوت هلا. خير لك اخي، شو قصتك سري مري اليوم؟ كشف كل شيء. شو اللي كشف؟ صفوان ابن عمك. شو ابو صفوان؟ كتابه على اختك باطل. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك، وهذا المكتوب بيثبت هالشيء. لك شو هاد المكتوب؟ هذا المكتوب بعته وضاح من 6 سنين واللي جابه سلمه لصفوان. لك اخي هات ابن الاخر. ام هالكلب الواطي صفوان بعد ما دري انه وضاح عايش كتب كتابه على اختك رويدة. يعني زواج اختك رويدة حرام؟ ايه نعم هيك الشيخ نسير قال. يعني زنا؟ مثل ما عم اقول لك، بس الحمد لله اللي ما تجوز عن حقها. لك لك اخي لك انا قديش نصحتك وحذرتك منه بس انت ما كنت تسمعني. يا باطل يا باطل يا باطل، لك شو وينك مني يا كلب؟ انت شو صارت هون؟ رشدي وينك يا باطي؟ لك واحد الله لك مش بعد عبدو. لك الله ما يوفقك رح تطلعوا من قلبي. ما هتشوفي. مبروك مبروك مبروك. الله يبارك فيكم. تفضلوا تفضلوا. عليكم الله نورتونا. تقدرني والله انا. لك يا لطيف يا لطيف. لك شو هاد؟ شو الواس؟ السلام عليكم. اهلين اهلين ابو لطفي. ايه ابو لطفي. شباب
والله ما بعرف شو القواس. شوف شو قواس كلها تضربه وضع فرحان رجعت مرته قواس وضرب شو عليه خالي كنت لي بدك قواس والله لا قط لي وضوئي حقك علي يا خال حقك علي والله ما شبالي طمني يا الأجلونة الله الحمد لله ايه الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أصبحنا وأصبح مثلي الله يبعث لي حمى عليك شلون صرت أخي أهلين أختي أهلين أهلا وسهلا فيك يا أهلين شلونك عمي أهلين بنت الغالي اهلا وسهلا فيك يا الله يحفظك امشي خال امشي معي على الاوضه وحقك علي ايه سيدي حنقلكم السلام عليكم لوين عمي ابو لطفي عدون ضيفكم شيء لك لاحق ابو نمر ضيفنا في الحق اوصل خالتك على البيت وارجع على الجامع قبل ما يقيموا الصلاه ايه يلا ولا كمان راح يصلي معك بالجامع لشو روحتك تقبرني الله يوفقك صلي هون اي والله خالي عود صلي هون الله يخليكم لا بدي اروح بدي اروح على الجامع خلص تركوه على راحته يا رب يلا يا الله معكم يلا السلام عليكم هون يا الله الصبر مفتاح يا بواب الفرج شهدا بذاك تجارب ما بعرف يا اختي ما بتعرف لقولي على عمتي لقولي على عمتي لقولي على عمتي قولي قولي يا عمتي 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 يا اخوان ابني وحيد طولي بالك يا اختي عايشه بس ما يعني جرحى الله يخليك ابني بدي اعرف عايش ولا ميت شو اسمه ابني صفوان صفوان عايش عايش يا اختي بس راحوا رجليه وجهه مضرب وليك قدامي لك يا اختي هذا امر الله لا مو على كيفك هلا بدك ترجع رجلي هلا بدك ترجع رجلي لك يا اختي دعي لربك انه ابنك ما يروح فيها بدك اياه يروح فيها والله بخنقك والله بدي صفوان يجي لهون بس يا عمو أخي صفوان ما له صحيان وما بيقدر ينزل لهون هذا مو ابني لك هذا مو صفوان شلون يا عمو مو منك مو صفوان ليك ناجينا لهون لعنده لصفوان مو ابني وينو ابني وينو صفوان وينو صفوان يا لعمتي يا عمو لك شو صار لك؟ وين أنا؟ يا مو نحن بالمستشفى يجينا نشعل أخي صفوان
المستشفى. يا لا انت شو صار لك يا ابو؟ شو ابو صفوان؟ يلا امي يلا تقبريني. لا تخربي لي الكحل. شوف صفوان صفوان.